السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في الحلقة الثانية من سكيرو. للأمانة أصور هذه الحلقة قبل لا تشوفون الحلقة الأولى، من المفترض أنكم تشوفونها بكرة الأربعاء، وقلت ما راح أصور الحلقة الثانية لين ما أشوف الكومنتات والردود والنصايح اللي راح تعطوني إياها، لكن اعذروني والله أني حصلت فرصة وقلت يا حبيبي هذا الوسخ اللي هناك ودي أتناشب معه. حط اللايك يا عزيز المشاهد واشترك إذا ما كنت مشترك، ونقول بسم الله. أوه هذا يمديك سنيكينج كذا عشان لا يروح شيء من الهيلث. بدأ يصايح على طول. جايك بنحاول قدر الامكان. طبعا في شغلات اخذت عليها نظرة بحيث اني اطور الشخصية، لكن هذه الحركة اول مرة اشوفها. لا 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 لا, لا. ايوه اقول لكم جاي التركيز فل يا شباب. ايزي بيزي يا ردي. لا لا خلص الفيز، والله خلص الفيز، لا ترميني ورا. ايه والله ايزي بيزي اقسم بالله. بس والله اني بادي صح يا عيال، والله اني بادي صح. اوه شو اسمه ذا ريسكيو، ايش الهيل نسيت. ايه انا دخلت جلست ابحث اقول لكم على المشكله بحيث اني اشوف حل. شو اسمه، خلنا اخلص الفيز الاول بعد ما اتفاهم مع الحشرات صغار. يا ولد يا ولد باقي له شعره من الفيز الاول. ايوه خلص الفيز خلص الفيز خلص الفيز. اوه سالفته مطوله هذا. لا انا على بال يخرب بيت ابو جدك. كان مفروض اني اتخلص من الصغار بعدين ادخل اسلم عليه. خرا هذا اللي صار قبل شوي ما شفته، ان شاء الله ان اخوي هو كذا كذا اخوي بيشوفني. لا تستهبل او انك اللي ما شفته. اي بدا تصارخ اجلد قدر المستطاع. شوف الحين ربع من هلته راح وعدعسه عدعسه. والله ان شفت الدج يا شباب، اقسم بالله ان بدايه الدج تفعلت. بس هذا الغش التاريخي. ها شوف شوف هذا الدج الصحيح. لا ترفس لا ترفس. اوه على بالي اثنتين بس طلعوا ثلاث. ما خلص الفيز يخرب بيت ابو جده. والله انها ايزي يا شباب، بس الهيل بس يبالي حبه هيل كذا بين الاول والثاني. على بالي بش اسمه في هذا اعتبره الهيل. ايوه ثانيه الثالثة لازم أكون قريب. سويت دج ما حسب الدج. يا ربي يا كريم. تعرف الشعور اللي يجيك أن الميني بوس هذا البسيط هذا تحس أنه إيزي ولكن في نفس الوقت مش قادر. انا في شغله سحبت عليها الحلقه الاولى اللي هي اشوف المنتري الشغلات اللي عندي الاكوبمنت ايش سالفتها. اول ما بديت انا شفت الادول ومسوي فيها الظريف وادول وقت الصداع ما ادري ايش، الحين جاني الصداع. والله هذا هيلينج راوند واحد من واحد يقول لي طيب وشلون اطورها يا صاحبي، عندي بلت طيب ليه ما احط البلت هذا اللي جالس اشله من الارض. حلو اهم شيء ابغى اهيل هذا البلت راح اجربهم. تمرر ديستراكت ذم اوكي هذا يشتت الانمي ممكن بعد يفيدني ضد ال شو اسمه ذا اللي قبل شوي. طيب ثواني يدي اليسار كل شيء لوك كل شيء لوك عندي. الظاهر هذا من عند التجار شيء زي كذا. طيب ابغى اجرب اللي قبل شوي معي هذا. ايوه الله اكبر عليك، انت وينك من زمان؟ انا جيت مطير ذا المكان حتى ما استكشفت شيء. فيه تاجر هنا عسى عنده شغله.
يمديني بعشرة سنت أشتري من عنده معلومات. عشرة سنت هذه ما أدري كم عندي أنا. Not enough سن. ما عندك شيء ثاني؟ توقعتها زي نظام الدرين كذا، لازم تكلم شخصية 20 مرة عشان يقول لك على شغلة سرية أو ينفتح لك شيء. طيب نعطيها رست. والله يا شباب أنا تعلقت بسكيرو سريع سريع كذا، ما توقعت على طول اشتقت لها. انهانس فيزيكال، احتاج 4 من ايش بلاير. ما عندي شيء ما عندي شيء. يبيلي يبيلي خلنا نسلم على الحلوين كالعادة. بس مامت مامت يمدي 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 ونعطيها حبة من هذا. يا رجال البلت ذا فلة، والله البلت ذا فلة. وبعدين يعني طيران ورا بعض كذا لمتى يعني يا حبيب قلبي لمتى؟ والله يا عيال موضوع الهيل انه بيغير الحسبة كلها، مش معقولة. عندي بلت وعندي هذاك اللي كنت استخدمه. سبحان الله سبحان الله يا الربع. مش بس بدل هذا الداش ما ادري شو اسمه امه، بس تليبورت سحبني من هنا يا ولد. والله لا احطها سلو موشن. يخرب بيت ام النصب اللي كذا شوت لين بعد بكره. الله يخرب بيت ابو جده. ما ودك يخلص الفيز الاول. خلص 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 خلص. اوه ماي جاد، فوق النص الهيلث ومعي هيل ولا هيلت. ما توقعت انه كنت اظن كنت اظن وخاف ظني. طيب هذه المحاولة ما اعرف الخامسة. عورك يا بابا عورك يا بابا. هذا افضل ون راوند لعبته لين الحين، وباذن الله انه فوز. حلوه فوز صح. هذا يبيلك تكون وراه. سويت سويت الخرا هذا سويت. بس لا 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 هذه اوسخ شيء والله. عطنا عطنا هيل، الوضع ما يطمن. عطنا هيل قلت لك، والله العظيم اني اضغط الهيل. ايوه الحين فل ولسه ما مت صح. بس الوضع ايزي سبحان الله. على طاري الموت كويس الطقة الثانية ما تدمج. يمدي يا شباب والله يمدي. في علامات تروح علي وانا نايم. يا رب يا رب بس اعرف شلون انحاش من هذه. بس يا رب يا ربي يا كريم. معي هيل؟ اي والله معي. تكفى لا تستعجل.
يا رب. اوه ماي جاد اولموست استسلم. جالس اشر لكم يا عيال شوفوا الون اتش بي ضامن حظي، عارف اني راح اموت يوم باقي له شعره. ما توقعت انها تسلك معه، والله العظيم يا عيال اني استمتعت الفايت مع هذا بشكل جميل جدا. ما ادري ليش هذا سكيل لزيادة الهيل حلوين، اكيد تعرفون. ما ادري ليش جالس اشرح، المهم بحاول امشي اموري وبخبركم بالشغلات اللي ما فهمتها. بريير بلد شرحت لكم الدرينج، الحين شرحوا لي ايش اسمه ذا سكيرو. يا ربي يا كريم، والله يا شباب اني عرقت، ما ادري 10 محاولات يمكن. والله ما ادري اذا سالتكم في الحلقه الاخيره، اذا ودكم تشوفون بس فايتات البوسز يعني قصقص طريقي وشغلات اللي لوتها في الطريق، ولا ودكم تشوفون الاكشن مع الجميع زي كذا يعني. يا ساتر انا ايش من اقول. البوس اللي بعده لو سمحتوا، اتوقع في واحد ثاني يرمي من هناك بعد. وات جنرال من اللي جالس يرمي؟ وينك يا ولد؟ المشكلة اني استخدمت الهيل بالغلط قبل شوي وانا احاول اخذ الرونز فراحت علي. والله هذا هو، حياك الله حياك الله. البوس الثاني سريع سريع، تطلع من عند بوس تدخل عند بوس، الظاهر هذا البوس. البوس خلنا نشوف حركاته شوي كذا على السريع. اوه اوكي ينط، اوكي بسيطة. المشكلة مش هنا، المشكلة بالحشرات اللي حوالينا. شوف حتى حاط لي صورته في اللودنج، واضح انه ملعون جدف. يعني انا تقريبا الحلقة الأولى خلصت بوسين، وهذا اللي قبل شوي، والحين هذا الرابع. المصيبة مش هنا يا عيال، المصيبة انه كل بوس يعني الهيل اللي قبل شوي معي البلت هذا يخلص، عرفت؟ ف احس اني احتاجه اكثر هنا، خصوصا انه في حشرات كثير. والله العظيم كل بوس يجيك، هذا هو واقف النص شلون ما شفته. ايه شلون تصفيهم هذا؟ لا اتوقع اوه جالس يشوفني. من هذا اللي يشوفني؟ اللي فوق على اليمين هذا لازم انتفه. ام الجرس هذه العجيز، بسم الله. يا اخي انزل انزل. ايه نبهت الشعب كله. لا والله ما دقت الجرس، بس كلهم شافوني خلاص انتهى الموضوع. هذا اللي يرمي. اوه حلو. مش هذا اللي يدور لسه بالاصفر. يا نكبة النكبة. تعال يا حشرة. يا خرب بيت الكو. وات؟ لا واضح اني مش ريدي للبوس، وربي مش ريدي. يلعن ابو جدك. هذا ايش يرمي سهم ولا ايش وضعك انت؟ اه خوينا. هذا بعد مصيبة والله. اهلا اهلا. اعطنا الكاميرا تكفى. لسه باقي واحد لو تنتظر شوية بس. الله يستر منك. اوكي هذا اوكي انا فهمت شغلة، يوم تطلع لي الكلمة الصينية هذه ما يمديني. طيب ابغى هي لو سمحت. انزل انزل خلنا نتفاهم معك هنا تحت، ايش رايك؟ مساحة طيبة. وش ذا ضرباتك كلها يعني ما يمدينا دج ولا ايش السالفة؟ ولا والله بعفن هنا يا رب، والله بعفن. السلام عليكم. ايه مسوي على الخرا هذا. المشكلة حلو حلو هذا محترم قبل شوي. يطير و خرا خرا مكانه خرا، اقسم بالله انه مكانه خرا وجنبه 20,000 خرا. سوي دوج لهذا ولا لهذا؟
زي ما قلت لكم والله انه واضح الوضع عفن بيصير هنا، غرفة بتصير. اجيني ابوهم بس. هو يمديني اقدر فيه، يمديني اطير الفيز الاول كذا. ايوه وين يرمون؟ المشكله اللي يرمون ما افتكيت منهم. الله يقلع ام النكبه اللي كذا. وش شلون انتبه؟ اوهو سنايبر، وهذيك تدق في الجرس. الوضع كئيب هنا يا شباب، ورب الكعبه الوضع كئيب جدا. بعدين سيفها مطولة، تسوي دوج يمين يسار، السيف كله يلف، عرفت؟ يجيبك من حيث ما رحت يا عزيزي. والله يا شباب انا بس خايف من شغلة واحدة، خلنا نرجع نسوي فاست ترافل، لان لو تذكرون حتى في الحلقة الاولى قلت برجع بشوف اليد هذه اذا يمدينا نطورها عند الشخص اللي عالجني. اتمنى ان في تطويرة ممكن تفيدني، نفس قصة الهيلث قبل شوي اللي ما كنت اعرفها. وتاجر داخل هنا، هذه ما كلمتها والله ما شفتها قبل. اوكي هذه برضه bring them to me. تباني اجيب الجورد سيد، عندي واحد، عندي واحد من الجورد سيد. ماكسيمم هيلينج جورد يوز انكريس، الهيل هذا انه طورت لي اياه كميه الهيل شيء زي كذا. المهم انا جيت اتكلم مع هذا، حلو قلت له حصلت واحد فيت نيو. ايوه طيب الشغله اللي حصلتها اسمها لودد شرينكن. اوكي يصير يرمي زي النجوم هذه حق سلاحف النينجا. كرييت لودد اوكي خلاص هندس. ربي جالس ينحت في يدي تشوفونه، فكري ثلاث خانات هذه حلوين. اوكي صار الهيلينج عندي اثنين، الظاهر انه اول كان واحد فزاد لي عدد الفلاسك، وفيه ايتم ثاني اللي هو يزيد لك كمية الفلاسك نفسه. هذا اللي صار معنا في الدرينج هنا غالبا نفس الشيء. طيب حبيب القلب هذا اللي هنا وشلون انفرد به يا عيال؟ هذا السؤال اللي قتلني جوابه. لا تلف لا تلف. وشلون انتبه؟ في واحد يطلق. يا اخي اصلا كذا كذا انت ما بتثبت فالامور طيبة. الله ينكبك من وين جيت انت. لا تتدخل لا تتدخل. كريه كريه يا شباب، اقسم برب الكعبة ان موقعه من اسوأ ما يكون. اول شيء تجلس ساعة تصفي فيهم هذولا كلهم بعدين ما توصل عنده الا وانت مخلص ابو الهيل. بس الجميل في الموضوع صراحة ان لعب السورج كل ما تجي عند بوس تشوف اللي قبله تافه. والله كان الحشرتين هذا الاثنين اقول ايه لازم اقتلهم في كل مرة هاجي اقاتل هذا اللي كان مربوط هنا. طلعوا والله ولا شيء. طيب يا شباب باك، اول شيء شكرا على كومنتاتكم، جيت اكمل تصوير من بعد ما صورت الجزء اللي قبل شوي شفتوه. اول شيء الله يعطيك العافيه اللي كتبت لي كومنت وشلون اشل الرونز، هذا الشيء صراحه من اهم الشغلات اللي ما كنت اعرفها اني لازم اعلق على كلمه مربع. الشيء الثاني انه في طريق على اليسار هنا، يعني انا دائما اروح من هناك من جهه اليمين اقتل العجيز اللي تشوفون هناك تاكيه، وهذا يصعب المساله، فخلنا نتفاهم مع هذا على السريع. شوف الرونز كيف، يا سلام الله يعطيك العافيه. هذا يمديني اشوفه ولا اتوقع ما يمدي؟ انا اخلص العشب. حلو بس وين راح؟ بلا طقطقه عطنا الاحمر. يا عيال بس وينه؟
البوس طالع في إجازة. أوه أخونا في الله هنا كان عند العشب والله كان يمديني. بسم الله الرحمن الرحيم. خلك زي ما أنت كفى. يلتفت في آخر لحظة أنا أدري. أهلا والله أنا جاي أسلم عليك. الله يلعن أبوك يا ابن الكلب. كان والله يمديني أطير فيز الأول. لا تلتفت أنت طريقك تحت. بسم الله والفيز الأول طار يا شباب. الفيز الأول طار. خلاص خلاص ارجع ارجع الساحة. تعال 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 ابيك هنا. المشكلة هذا اللي يرمي بروح له بسرعة قبل يجي البص. ايوه الحين تعال بيجيني ركض الحين. هلا 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 مرحبا. بفلها بالحدايد هذه والله لين بكرة. أرخص فايت بتشوفونها في سكيرو. أبلع بس أبعرف هذه النهائية اللي معي ولا إيش سالفة أبو جدة. أي عص خلصوا خلصوا الحين كنا تبن الحين كنا إيش. لا 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 بغيت أعطيها زيرو دمج بس خربت خربت الخطة. خلك صبور. ايوه عصب يا بعد حي عصب. شو كيف يرجع خطوتين. هذا كنت خايف منه. يا زين كنت معصب. خلاص انتهى انتهى الفايت اللطيف. البوسز الغثيثين ما يبالك الا كذا والله تكون مروق وبارد. والله معليش يا عيال حاولت والله حاولت ادرعم واكشن وكذا بس لازم المليون كلب هذا اللي حواليه تفضيهم بعدين تجلس كذا بارد له. تعال بما اني جمعت الحين 100 دينار في واحد كان بيعطيني معلومات 100 دينار 20 سنة. اوكي احنا اشترت بعض المعلومات. اوكي علمني شيء عن اليد الظاهر اللي معي. المهم انها وصفه انها تنفجر. اتمنى يا شباب الحلقه نالت اعجابكم. لا تنسون لايك والاشتراك اذا ما كنتم مشترك. شكرا من تسبين وشكرا موصول لكل من دعمني بلايك كومنت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.